هل يجوز لها مثل هذه الافعال يعني تاتي بتذكاره وضل عجبها؟ لا يجوز، هذا تنطع في الدين. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هلك المتنطعون، وحسب المسلم أن يقوم بما شرع الله له أو أوجب عليه من مثل هذه الأذكار عن نفسه، أما عن غيره فلا، وبخاصة أن هذا الغير إذا صح التعبير وهو الطفل الصغير غير مكلف، ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أن تقرأ هذه الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف.